سيبك من شغل الاوانطه ده وكلي بايدك عشان تحس بطعم الاكل. الناس يقولوا علينا ايه؟ احنا بناكل بفلوسنا بالطريقه اللي تعجبنا. وبعدين في اكلات لازم تتاكل بالايد، الوز، البط، الفراخ، الجمبري. لو تيجي تاكليهم بالشوكه والسكينه يقعدوا يجروا في الطبق والواحد منظره بيبقى عبره يعني. وعلى راي المثل كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. افتحي بقك. عارف يا حاج، انا بقالي ياما ما اتفسحتش ولا شميت هوا. انا اللي تتجوزني تشوف الدنيا على اصولها، ولا ممكن ابدا احرمها من اي حاجه نفسها تفاها عليها. امال. افتحي بقك. اتمنى انت وانا اقول لك شبيكي لبيكي متولي سعيد بين ايديكي. انا عايزه اقول لك على حاجه يا حاج، بس خايف عشان تزعل. لا لا قولي. انا لا يمكن كنت اتخيل اني ابقى على ذمه راجل تاني غير المرحوم جوزي. الله يرحمه بقى. وبعدين يا نعمه، الحي ابقى من الميت، واللي عايش لازم يحس بطعم الدنيا. افتحي بقك. متولي راحت السكرة وجت الفكرة. سكرة ايه وفكرة ايه؟ اصل احنا يا اخويا لازم بقى نرجع على مصر. احنا لحقنا؟ احنا يا دوب فات اسبوع. اصل انا سايبه هناك شغل متلتل. انت نسيتي انك عروسة؟ بس ما نسيش ان ام البنات وحشوني قوي. كلها يومين وهتشوفيهم. ما انا مش قادر يا متولي. ساعة الحظ ما تتعوضش. ان جيت الحق يا متولي، اليومين اللي قضيتهم معاك هنا يسوى عمر بحاله. طب اديني يومين منهم. ازيك يا ام ابراهيم؟ الله يخليك. مش عارفه اقول لك حمد لله على السلامه ولا مبروك. قولي اللي يعجبك وريحيني، ولو اني مفيش حاجه بتعجبك. امال امينه وسعيد فين؟ بتذاكر لسعيد. يا امينه يا سعيد. بابا بابا بابا. اهلا، تعال تعال يا حبيبي. اوبا، وحشتني وحشتني قوي. كنت فين يا بابا؟ وحشتني يا متولي، وحشتني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي. ايه ده؟ ايه الغيبه دي كلها؟ غيبه؟ حرام عليك، دول هم كلهم يومين يعني. بسرعه كده كان تاديه واجب. وعملت الواجب. امينه، ما حدش بيستغنى عن بيته الاصلي. يا خوفي. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. وبعدين في الوليه دي اللي بتتكلم كلام زي السم. جرائيه ام ابراهيم. قولي اسمع كلامك ادوب في ثانيه، تعذبني ليه يا ابن الاصول بجوازه تانية. هاتي الشنطه. Thank you.
الو، ايوه مين عايزه؟ قولي له مراته. متولي، متولي. ايه في ايه يا امين؟ التليفون عشانك. عشان انا؟ مين؟ الزوجة التانية يا عمر. طب روح انت يا حبيبتي. اروح فين؟ حضرينا العشاء. اه حاضر. يا مساء الفل، يا مساء الجمال. ثانية واحدة. بتنادي؟ لا لا. يا مساء الحب، كنت هزعل منك قوي لو ما سمعت صوتك الليلة. لا انا زعلانه منك، كنت فاكره انك انت اللي هتتكلم وتسال عني. يظهر بقى ما وحشتكش. اقصى عليكي، ما تقوليش كده. طب ده انا من ساعه ما وصلت البيت وانا مستني مكالمتك دي على نار، على نار. عايز اتاكد اذا كنت وحشتك ولا لا. روح قلبي، ما انت عارف انا مشتاق لك على طول قد ايه، فحبيت اجرب واشوف انت كمان مشتاقه لي ولا لا. ودلوقتي اطمنت. عارف يا متولي، كان عندك حق لما قلت لازم نقعد كمان يومين في اسكندريه. انا من غيرك يا متولي مش عارفه احس بحلاوه الدنيا. نرجع ده ايه؟ ما خلاص بقى، هو بعد العيد بيتفتل الكحك. فشر، احنا حياتنا كلها هتبقى اعياد. عارفه انا اتوجدت في الدنيا دي بس عشان اشوف ايه اللي يسعدك واعملهولك. بعد ما تقفلي معايا دلوقتي هدخل انام على طول. عارفه ليه؟ عشان اشوفك في المنام تاني. ايه امينه؟ لا امينه زمانها نايمه وبتشخر. اه لا، هي ادتني التليفون ودخلت نامت، اصلا بتصحى بدري عشان سعيد ابني. طيب تصبحي على خير. لا، اللي انت هتعمليه انا هاكله، وانا عارف ذوقك في الاكل. هتوحشيني لحد ما اشوفك بكره. يلا تصبح على خير يا نعمتي. ايه؟ لا اقفلي انت الاول. لا بجد مش هقدر اقفل انا الاول. طب ايه رايك نعدي واحد اتنين تلاته زي الافلام ونقفل مع بعض؟ يلا، واحد اتنين تلاتة. ما قفلتيش. لا وحشاني بجد. يلا تصبح على خير. يا حبيبتي انا جاي اهو. كمان مش سايباك اليومين اللي بتقضيهم معانا؟
معلش اصلا كان بيكلمني في الشغل. شغل؟ هو انت ايه؟ سبت القماش وبتبيع دلوقتي زغزيغ؟ زغزيغ؟ الله يجازيك. بقالكوا ساعه عمالين ترفوا وسمع صوتك وانت عمال تضحك تضحك، انت بتضحك على ايه؟ يا دي بس اصل يعني دي يعني طريقتنا في الشغل يعني. نجيب سيرة التجار والمقالب اللي بيعملها البعض والحاجات دي يعني. يلا يلا تعالي نام. انام؟ مين هيجي له نوم؟ مش انا؟ هديني اكل. حقك عليا يا امين. حقك عليا. بس بقى. حقك عليا. طب خدي متر زغازيغ. قد المقام. عيب ما تقوليش كده. والله والله والله. ما بحس بالراحة إلا وأنا معاك. من كلامك اللي مدوخني، لكن هقول إيه؟ داكور يا حاج. خلاص، قومي ننام والصبح تبحلنا داكور بط. اقفلي أنت الأول. لا بجد، مش هقدر أقفل أنا الأول. طب ايه رايك نعد واحد اتنين تلاته زي الافلام ونقفل مع بعض؟ يلا واحد اتنين تلاته. يا ستي نعمه الله ما بعتتش البضاعه اللي طلبناها. شيعت جزء والباقي بتقول ان الشيك ما وصلهاش. مش كنت تفكرني يا حسين الست تقول علينا ايه وكده شغلنا يتعطل؟ المفاتيح يا عم حسين. تشكر يا ست امينه. بقول لك ايه؟ نعم. اول ما اوصل المحل تفكرني اكتب لك الشيك وتطلع بيه طوالي عليها وتقول لها تبعت لنا البضاعه. حاضر يا حاج. وشوف لي كمان ايه الاصناف اللي ناقصاكوا عشان ادبرها لكم. ماشي يا حاج. اسبق انا بقى علشان افتح المحل. السلام عليكم. مع السلامه. مع الف سلامه. وصلك. خليك مستريح. كتر خير. مع السلامه. الله يسلمك. حاجه عجيبه. حد يعمل العمايل دي؟ هي ايه الدنيا هتطير ولا ايه؟ ايه مالك يا امين؟ عالست يعوض الله دي مش عايزه تبعت البضاعه غير لما تستلم الفلوس. يعني الشغل شغل يا حبيبتي. يا سلام، وحضرتك كنت متجوزها ليه وبتروح معاها اسكندريه ليه؟ مش عشان شغلك وشغلها يبقوا واحد؟ ايوه بس واحده واحده. يعني انا مش عايزه تحس ان انا طمعان فيها، ساعتها هتكش مني وتركب دماغها. انت مش عارفة ان انا مشهور بطولة البال؟ واحدة واحدة. ايوه بس يعني ست وجوزها مفيش بينهم حساب ولا فرق. ايه ده؟ ايه يا امينة؟ انت فاكرة ان كل الستات زيك؟ لا بجد انت جوهرة ربنا اكرمني بيها. دمها نعمة يا رب. ايه نعمة؟ قول دمها امينة يا رب. دم لي امينة يا رب. وانت ماشي عايزك تعدي على عبد الفكهاني تقول له يبعت قفص مانجا عويسي محترمه وكرتون تفاح امريكاني وقفص عنب على بيت الست نعمه الله. من عينيا يا حاج. وما تنساش تقول لها يا حسين ان انا ما اعرفش ان الشيك لسه ما وصلهاش لان ما حدش فكرني. وبعدين شويه كلام من عندك بقى عشان ما يطلعش احنا الغلطانيين. قوي قوي ده انا كمان هخليها تتاسف لك. يلا يلا اتكل على الله انت. السلام عليكم. ما تنساش نقل المانجا والتفاح بالواحدة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا حاج. جمعا إن شاء الله. ادعي لنا بقى. يا رب. أمينة. نعم. أنا مش عاجبني وقفة نعمة الله في المحل. الست ملهاش غير بيتها. ولا أنت رأيك إيه؟ معاك حق بس يمكن عاجبها الحال كده. ما هو عشان كده. أنا عايزك بينك وبينها تكلميها في الحكاية دي، بس ما تقوليلهاش على طول كده يعني، لا. يعني لف الكلام، قولي لها عندك بنات تسيبيهم في البيت وتبقي أنت في المحل يعني. أنا فاهمة أنت عاوز تقول إيه، بس يعني هو أنا هشوفها فين؟ ما أنت هتزوريها. إيه؟ أزورها؟ أنا اللي أزورها؟ مين اللي يزور مين؟ الجديدة تزور القديمة ولا القديمة تزور الجديدة؟ معلش يا أمينة. ابتدي أنت واعمليها بجميله. جميله؟ لا يا حاج، انت بتفهم في الاصول، محدش يزعل من كده. ده انا القديمه. معاك حق يا امينه، معاك حق، عداك العيب. انت صح يعني.
ما نشوف الجديده ميتها ايه. صباح الخير يا نعمة. يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونك. تعال اقعد يا اخويا، واقف ليه؟ لا معلش، انا كنت جنبك هنا عشان كنت جاي ادور على دواء. دواء؟ ليه يا اخويا كفى الله الشر؟ اصلي امينه تعبانه شويه، والدكتور كتب لها دواء ما لقيتوش جنبينا. والكلام ده حصل امتى يا حاج؟ من يومين، وامبارح جبت لها الدكتور وكانت حكايه. ما تبقى تروح تزوريها يا نعمة، الست دي طيبه وبتحبك قوي، وهي كانت ناوية تزورك لولا الشديد القوي. لا واجب برضو يا حاج، بس اعمل ايه يا اخويا؟ العين بصيرة والايد قصيرة، انا عندي هنا شغل متلتل على دماغي، وبعدين ما اقدرش اسيب المحل لوحده. اذا كان على كده ما تشيليش هم، انا هقعد هنا مكانك. خلاص يا حاج، انا هروح لها دلوقتي، بس امانة عليك خلي بالك من المحل. في عناية الاتنين. فوتك بالعافية. مع السلامة. انت نعمة ونعمة الاخلاق. الو يا امينه، نعمه طله جايه تزورك دلوقتي. ايه لا يعني كمان شويه كده هتلاقيها وصلت عندك. اسمعي اسمعي، انا قلت لها ان انت تعبانه شويه. بعد الشر عليك يا روح قلبي، بعد الشر عليك. انا قصدي يعني لما تكلمك قولي لها يعني ان انت عندك شويه برد، وما تنسيش ما تنسيش تقولي لها اللي انا قلت لك عليه. بالسلامه يا روح قلبي. النبي يا نعمة الله. اهلا يا حبيبتي. كتر الف خيرك يا حبيبتي. معلش مش قادره ابوسك اصل عيانه. اتفضلي يا اختي اتفضلي. لازمته ايه التعب ده كله؟ اخس عليك يا امينه، ده من بعد خيرك يا حبيبتي. كتر خيرك. ايه يا ام ابراهيم ورانا ليه؟ حاجه ساقعه لضرتك؟ لا والنبي ملوش لزوم. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. انا اول ما الحاجه قال لي انك انت بعافيه شويه قلت اجي اطمن عليكي اشوفك يمكن عايزه حاجه. فيك الخير يا حبيبتي مردودالك. اعي كده وشوفي انا هعمل ايه. يخرب بيتك يا حاج، دي الوليه طويله زي النخله وزي فلقه القمر. يا عين عليك يا ست امينه، ما فيكيش الا قلب طيب. ايه طيب طيب افتحي يا ابراهيم. حاضر. ده سعيد هوريك بقى. سعيد ابني تعالى يا كتكوت. عايز سعيد ادخل يا حبيبي، عندنا ضيوف. اول مره تشوفيه مش كده يا نعمة الله؟ اول مره يا اختي. تعالى يا سعيد، مكسوف ولا ايه؟ تعالى سلم سلم. اهلا 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 يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله. طب ما انت كبيره اهو، انت شاطر في المدرسه؟ انا بطلع الاول. بسم الله ما شاء الله، اكيد بتاخد دروس خصوصيه. ماما هي اللي بتذاكري عن اذنك. اتفضل يا حبيبي. ام ابراهيم غيريه بيجامه نظيفه كده يا اختي واكلي بسرعه. ها قولي لي يا حبيبتي، بناتنا الحلوين عاملين ايه في دراستهم؟ ما اخبيش عليك يا امينه، اهم يا دوبك ماشيين بالعافيه. فاكرني يا اختي مدرسين ليل نهار طالعين داخلين عليا. البنات يا حبيبتي محتاجين مراعيه. عذراكي هتجيبي وقت منين؟ هميري الست اللي قاعده مع بابا مره يا ام ابراهيم. وانت ما تعرفش دي مين يا سعيد؟ دي مرات ابوك. مين؟ مرات ابوك. امال ماما تبقى ايه؟ تبقى مرات ابوك برضو. امينه دي العقل كله بجد بقى، معاها حق. طب اعمل ايه بس يا حاج؟ ما انت عارف يا اخويا الشغل متلتل فوق دماغي ازاي. يا ستي تسلم ايدك، اذا كان على الشغل انا رايحك منه. ازاي يا حاج؟ انا اشيله بنفسي. معقوله يا متولي؟ انت الحمل كبير عليك قوي يا اخويا. ما تجيش دعوه، انا عندها وقدود. صدقيني انا ما يهمنيش غير مصلحه بناتك. انت مخلفه بنات؟ طب شوف الواد سعيد ماشي في المدرسه كويس ليه؟
عشان بيرجع البيت يلاقي واحدة ترعاه، وهو تربى على كده من أيام المرحوم أمه. وانت عارفة كانت هي صاحبة راس المال وقالت لا أقعد في البيت أربي الواد التربية الصحيحة، وقعدت متستتة 24 قيراط، وأنا كنت بجيب لها حقها تالت ومتلت. أنا مش بضغط عليك يعني، فكري براحتك واللي أنت عايزاه أنا هعمله لك. اللي تشوفه يا حاج، اللي تشوفه يا حبيبي. على بركة الله.